يقول السائل: هل الصلاة في الحجر المسمى بحجر إسماعيل هل لها مزية خاصة؟ النافلة، النافلة نعم، لأنها في داخل الكعبة، لأن الحجر من الكعبة محتطم، ولذلك يسمى بالحطيم لأنه محتطم من الكعبة، فإذا صليت به فكأنك صليت في داخل الكعبة. النافلة، عند النبي صلى الله عليه وسلم صلى في داخل الكعبة نافلة، وأما الفريضة لا، ما صلى في داخل الكعبة ولا في الحجر. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل تسمية هذا الحجر بحجر إسماعيل تسمية صحيحة؟ لا أعرف لها أصلا، لا أعرف لها أصلا. نعم.